يا لقلب شروره قد توالى بحبيب أما العنا ما توالى. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. بدأت باسم الذات عالية الشان، بها مستدرا فيض جود وإحساني، وثنيت بالحمد الهني مواردا مع الشكر للمولى ما منه أولاني، وأسمح الله العظيم نواله سجال صلاة مع تحية رضواني، يومان روح المصطفى وضريحه وعذرته الأطهار طران يخصاني، وأصحابه الأبرار من شاع فضلهم وأشياعه والتابعين يعماني، وأسأله التوفيق في نظم مولد لجد الذي من جعفر الفضل أرواني. لقد لصمت دره الرطب حبذا جواهر عقد قد تعززن عن ثاني، وأنظم منها البعض خوف إطالة، ويكفي محيط الجيد من عقد عقياني. وبالله مولاي استعنت وحوله وقوته في سر وإعلاني. إلهي يا روح روحه وضريحه بعرف شذي من صلاة ورضواني. صل عليه. وبعد فخير الخلق طرا محمد، سلالة عبد الله صفة عدنان، صل عليه. جاع بين العالمين جدوده وعد إلى عدنان بين ما بين أخداني. صل عليه. وحبا للذبيح انتسابه لدى معشر الأنساب من غير بهتان. صل عليه. إله العرش من ظهر آدم إلى سلب عبد الله من رجز شيطان. صل عليه. إلى أن بدا من خير بيت ومعشر وخير خيار الخلق من نوع إنسان. صل عليه. وقد صان من فعل السفاح له إلى أن بدا كالبدر يهدي لرحماني. صل عليه. وكان نبيا والصفي مجندل على باب دار الخلد مرتع ولدان. صل عليه. وأعطى له ذات العلوم واسمها لآدم قد أعطى فلله من شان. صل عليه. إلهي يا روح روحه وضريحه بعرف شذي من صلاة ورضواني. صل عليه. وما زال نور المصطفى متنقلا من الطيب الأثقال الطاهر أرداني.
إلى سلب عبد الله ثم لأمه وقد أسبحا والله من أهل إيماني. وجاء لهذا في الحديث شواهد ومال إليه الجم من أهل عرفاني. فسلم إن الله جل جلاله قدير على الإحياء في كل أحيان. وإن الإمام الأشعري لمثبت نجاتهما نصا بمحكم تبيان. وحاشا إله العرش يرضى جنابه لوالدي المختار روية نيران. وقد شاهدا من معجزات محمد خوارق آيات تلوح لأعيان. إلهي روح روحه وضريحه بعرف شذي من صلاة ورضوان. ومنها ضياء لا على ليلة مولد أضاءت به بصرى وسائر أكوان. ولاحت نصور الشام من أرض مكة رأت أمه منها شوامخ بنيان. ومنها لقد غضت بحير ساوة وموضعها ما بين كم وهمذان. وفاض معين في سماوة لم يكن به قبل ماء ينقعن لظمآن. وأخرجت النيران من أرض فارس وأصبح كسرى مشفقا كسر إيوان. وقرت له الشرفات من شامخ البنا وبات مروعا حاسيا كأس أحزان. الله المهيمن ملكه على عدد الشرفات جيء بغلمان. ملوك بني كسرى رجال ونسوة وما ملكوا بالفرس من جم بلدان. بدعوة طه مزق الله ملكهم لتمزيق مسور دعاه لديان. إلهي يروح روحه وضريحه بعرف شذي من صلاة ورضوان. واخصبت الأقطار من بعد جلبها وأدنيت الأزمار للقاضي في الجاني. وخرت على الأفاه حزنا وحسرة تماثيل أصنام عبدنا وصلبان. وبالحمل نادت في قريش دوابها بقول فسيح مخرس كل ملسان. وأصبحت الأحبار تلهج جهرة بأخباره الحسنى وسائر كهاني. تقول غدا شمس الهداية تنجلي وينجاب ليل الشرك بالأغيد الغاني. ولما مضى شهران من بعد حمله توفي بالبيحاء والده الهاني. أتاها سقيم الجسم من أرض غزة قام بها شهرا وسار لرضواني. وفي كل شهر دم من حمل أحمد لزهره في الكون يبدو نداءني. ولم تشك في حمل بهلوان أمه سوى رفع حيض دل عنه بإيقاني. ويأتي لها بشريات مبشرا يقول حملت أشرف الإنس والجاني. ومزدم حمل الهاشمي محمد أتى أمه بالطلق أربع نسوان. فزندان من حور الجنان تبدتا وآسية مع مريم بنت عمران. هنالك شدت تلق حزم نطاقه وجاد لها الساقي بكاس هناهاني. فأطلعت البدر المنير متمما على أكمل الأوصاف مكحول أعياني. إلهي يروح روحه وضريعه بعرف شذي من صلاة ورضوان. فاهتز العرش طرفا
استبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أستغفر الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أستغفر الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أستغفر الله ولم تزل أمه ترى أنواعا من فخره وفضله إلى نهاية الزمان